أهلا بكم إلى فقرتنا الأسبوعية عن الأناقة والأزياء. نرحب في مستهلها بالزميلة مهرة اليعقوبي. صباح الخير. صباح الخير. وضيفتنا المصممة فدوى الباروني. صباح الخير. صباح الخير. أهلين. صباح الخير. تتميز كل دولة عن الأخرى بتصاميم وأزياء مختلفة تعكس بشكل عام الموروثات الثقافية لهذه الدولة، خاصة في المنطقة العربية التي تتأثر فيها الأزياء بطبيعة المناخ والموقع الجغرافي لهذا البلد، إضافة إلى العادات والتقاليد. مهرة. صحيح سلام. إذا نجد في البلد الواحد أن أزياء السكان المناطق الساحلية على سبيل المثال تختلف كليا عن أزياء سكان المناطق الصحراوية أو الريفية، كما تتأثر الأزياء بطبيعة المناخ، حيث تؤثر درجات الحرارة على تصاميم الأزياء والألوان المستخدمة في الملابس في كل منطقة. وللحديث أكثر عن الأزياء الصيفية تنضم معنا في الاستديو فدوى الباروني. صباح الخير. صباح الخير. نورتي الاستديو اليوم. صباح الخير. منورة بوجودك. بداية خلينا نتكلم عن دخولك لعالم تصاميم الأزياء. نبتدي منين الحكاية؟ أنا في البداية درست هندسة البترول. وطبعا أنا ليبية، مولودة في ليبيا، درست هندسة البترول وبعدها رحت لإسكتلندا عشان أكمل تعليمي في هندسة البترول. بس الأزياء والفاشن وكذا كانت من الصغر يعني في الدم. بعد ما رحت لإسكتلندا وكملت التعليم واشتغلت كمهندسة بترول، قررت أني نغير المجال مالي. فبديت من البداية، بديت كلية، مدرسة، كلية، جامعة، درست الأزياء كاملة في. زين ليش ما خضيتي يعني دراسة التصميم من البداية؟ ليش أول بداية الهندسة وبعدين؟ تعرف إحنا يعني التفكير العربي يعني أوكي، لو كنت كويسة في الرياضيات والكيمياء والفيزياء لازم تدرسي يا إما هندسة يا إما طب. واخترت الهندسة رغم أن أمي وأبوي كانوا يبوني ندرس طب. الحمد لله أني رحت الهندسة، يعني كانت إلى علاقة الهندسة خصوصا بالرسومات. يعني إيه جدا جدا يعني اسمي سواء تصممي أنابيب بترول ولا تهندسي، يعني في ربط بين الهندسة والتصميم، التفكير واحد نفس التفكير. فأنا ما ضيعتش، فيه ناس يقولوا لي خسارة ضيعتي كل سنين مال الهندسة، لا ما ضاعتش طريقة التفكير. إيه طبعا وظفتية بالأزياء أكيد. طبعا كل مصمم يستوحي أفكار وتصاميمه من ثقافة معينة. فدوى من أين استوحت أفكارها؟ إنك تستوحي الأفكار موجودة في كل مكان، من شجرة تشوفيها لنجمة تشوفيها، ففي هذه حاجة مثلا بتأثر في التصميم. الحاجة الثانية اللي بتأثر في التصميم هو التفكير مالنا يعني وبيئتنا. يعني صحيح أنا طلعت من ليبيا بس ليبيا ما طلعتش مني. وجدتي كان في تأثير من خلال تصاميمك للموروث الثقافي والشعبي؟ يعني مش بطريقة مباشرة، بس بطريقة غير مباشرة فيه دائما فيه تأثير. يعني كوني أصلي من طرابلس وكذا، بيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا ما زالت مأثرة فيا، ما زالت موجودة فيا. يعني معظم تصاميمك اللي الحين نحن نشوفها في الشاشة مستوحاة من بلد معين أو من كذا، من ليبيا فقط؟ شوفي زي ما قلت لك، يعني كوني من ليبيا وبعدين طلعت سنين طويلة اللي عشت في بريطانيا وتوني هنا في الإمارات في دبي بالتحديد، وقاعدة أختلط بأجناس كثيرة من الدول العربية، كلها لها تأثير. يعني مثلا فيش بلد عربي معين مأثر فيها، أكيد ليبيا مأثرة فيها كثير، بس بصفة عامة ثقافتنا وكذا فيه مزيج. طيب من ما هو اللون الأكثر فدوى يعني مزجا بين كل الثقافات والشعوب اللي بتلاقي يعني بتجدينه أنه يكون مشترك بين هذه البلدان؟
اسمي بالنسبة للدول العربية وخاصة زي ما تفضلتي مهرة قلتي يختلف اللي عاش على الساحل على اللي عاش في الصحراء وكذا، احنا نتأثر كتير بالبحر يعني حسب توقعي. فالأزرق مثلا يكون حاجة مثلا تتأثر فينا نستخدموها كتير، وبصفة هذه بصفة خاصة بصفة عامة يعني الشمس تأثر فينا كتير، فنحب نلبس الألوان الزاهية الألوان الفاقعة، خاصة مثلا هنا في دول الخليج بتلبسوا العباية السوداء فتحبوا تلبسوا الملون تحتها، وشبيهة جدا العادات في ليبيا. يعني أفكارك مستوحاة من الطبيعة أكثر شيء، من انعكاس الشمس على البحر والأنهار والألوان. الشمس من بيئتنا احنا تقريبا طول السنة عندنا شمس، دائما نشوفوا البحر. مثلا في ليبيا كنا 3 شهور الصيف ما نسوي شيء إلا قاعدة قدام البحر. قبل ما نطلع على الهواء صراحة كنت أتناقش مع زميلي يوسف، شو أكثر الملابس اللي تحبها، الزي الصيفي ولا الزي الشتوي أو الخريفي؟ حدثينا أكثر عن الفرق بين الأزياء الصيفية والخريفية والشتوية. أنا بصفة عامة نحب الزي الصيفي زيك أنت. بس أنت عندك أسباب أخرى. يعني طبعا الصيفي أجمل يعني بعد أزياء ريال مدريد أكيد الزي الصيفي. دخلنا في الرياضة. زي صيفي نحبه أكثر لأني طبعا جاية من بلاد، أصلي من بلاد حارة يعني دافية وعايشة في بلاد دافية، فالشمس ما يستغنى عليها. يعني مثلا عشت في اسكتلندا طول الوقت مطر، طول الوقت غيوم، تحسي بكآبة يعني ألوان الغامقة، وتحسي بكآبة للشمس تخليك بغض النظر على المود مالك ولا كذا، لازم بتخليك بشوشة وحيوية وكذا، والحاجات هذه تعكس النفسية يعني وتعكس مول الشمس اللي كثير يعني الهادية كثير يعني الشمس العادية. الربيع مثلا كمان جميل. اي الربيع جميل بس يعني الربيع فيه شمس، احنا حتى الشتاء مالنا فيها شمس مزبوط. يعني بصفة عامة مع الشمس ونعقب على كلمتك، تعرفي معظم الأجانب وحتى أبناء البلد هنا في الصيف معظمهم يطلعوا، أنا الصيف نحبه حتى بحرارة الجو الناس في دبي. المفتقدة للصيف التام، أما المفتقدة في الشتاء تسافر وتروح تشوف الأجواء الشتوية. طيب بالنسبة للألوان، هل صحيح أنه فعلا ممكن الموسم يكون له لون؟ يعني يقال مثلا أنه موسم العام الماضي للصيف كان اللون الأورانج على البيتش يعني مثلا، أو هذا العام هذا ممكن أن يكون لا أعرف إذا كان الأخضر فستقي في لون يهيمن على موسم كامل. أو استنى نقول لك حاجة، مثلا أنا من دراستي في الأزياء وكذا يعني مثلا درسنا أن مثلا الأربعينات لها طابع معين، الخمسينات لها طابع معين، الستينات لها طابع معين، نمط معين. يعني لما تشوفي صورة ولا كذا تعرفي هذه من الستينات أو هذه من الثمانينات أو كذا. بس الحين يعني من العولمة والميكستشر شنو اسمه الاختلاط بالأجناس، تلقى قصص زي ما يقولوا في عالم موضة ستوريز ديفرنت ستوريز، عرفتي؟ وكل ستوريز لها ألوان معينة. فتلقى فيه ألوان كثيرة يعني في نفس الموسم. يعني ما نشوفش إن مثلا فيه الأخضر بس مهيمن، فيه دائما يكون 3-4 ألوان مهيمنة على الموسم. وهذا الصيف هذا الموسم شو؟ مهرة جابتها صح، فيه الأخضر الأخضر ماشي كويس، والأزرق الرويل ماشي كويس، البينك حتى برضو ماشي درجات كويس. درجات الوردي يعني يكون غامج أو فاتح أو الدرجات فيه درجات يعني. أنا السنة الماضية يعني انتبهت على اللون الأصفر تحديدا. صحيح. الأصفر الفاتح بدرجاته يعني الأصفر الغامق الأصفر الفاتح يعني موجود بكل المحلات. بنهاية الصيف صار يجي اللون الأصفر الخليط مع البني على المشمشي، لون المشمش الأورانج. فشو السبب؟ ممكن هذا العام يكون أخضر بتدرجاته أيضا؟ في الأخضر بتدرجاته، في لايم جرين يعني هو خط واحد ممكن يعمل تنافس يغاروا لا حتى من غير أنه لون يعني واحد، فيه لونين ثلاثة، في حتى البينك فيها تدرجات، في حتى الأبيض والأسود فيه متوفر يعني بكثرة. بس احنا طبعا في هنا في دبي وفي الإمارات وكذا، سوري احنا في أبو ظبي عارفة، بس في الإمارات أو زي ما قلت يعني الألوان الفاقعة دائما تكون موجودة.
لان الناس تفتقر الالوان حتى في الصيف حتى في الشتاء قصدك في الصيف يعني الالوان الغامضه حد ممكن يستخدمها لا الفاقعه الفاقعه مثل اللمبه هيك شوفي إيه دائما تكون موجوده البينك والفوشيا والرويال بلو مضبوط ما تضيعي لما تلبسيها ما تضيعي زين فدوى مثلا هاي الالوان احنا نلاحظ تصاميمك استخدام الالوان الفاتحه هل هذه التصاميم ممكن نلبسها في الشتاء ولا هاي بس فقط للصيف يعني شوفي انت تغيري شويه في درجه الاخضر ممكن يكون دستي اخضر وتلبسيه في فصل وهذا للاستخدام اليومي او مثلا لمناسبات معينه شوفي لان نلاحظ من تصاميمك ان هي اكثر شيء للمناسبات وليست للاستخدام اليومي يعني مثلا الفستان اللي لابساته هذا نقدر نمشي به للشغل ونقدر نمشي به عشاء في شو اسمه مطعم بتغيير بسيط بميك اب بسيط باكسسوارز بسيطه بتغيير شعر بسيطه ممكن تلبس يعني اللبسه ممكن انا مراه عمليه وام فنحب اللبس بتاعي ممكن واحد يستعمل بعيد عن التعقيد يعني صحيح. ما في تعقيد. نكره التعقيد نحب نكون بسيطة في لبسي ومريحة لأن مقتنعة قناعة كاملة إن المرأة لما تكون مرتاحة في لبستها بتكون جذابة أكثر بالفعل بتكون عندها ثقة بنفسها أكثر وهذا بينعكس على وجهها وعلى ضحكتها فدوى سوري يعني بس لاحظنا من خلال تصاميم تركزين أكثر شيء على الورود في بعض القطع هل هذا متعمد ولا محض الصدفة؟ لا في الكوليكشن هذا متعمد لأن الكوليكشن هذا شو اسمه الوحي ماله جاي رحنا الفجيرة لاسترخاء 3-4 أيام وآي إندد أب أشتغل يعني كان علي كل اللي عملته هو ملاحظة البحر وأشعة القمر على البحر وأشعة الشمس على البحر احنا دايما نقولوا البحر بس لونه أزرق بس البحر ممكن يكون لونه أخضر وممكن يكون لونه بني فاتح وممكن فالإجازة هذيك كلها يعني الورود اللي في الهوتيل استوحيتي فكرة الورد والزهور ايوه كلها جابت السبرينج الصيف كوليكشن مالي طيب فدوى بتحاولي مثلا مزج بعض المشغولات اليدويه مع تصاميمك كثير يعني كل كوليكشن لازم اروح للهند قبلها عشان انقي شو اسمه القماش اقمشه انا زي ما قلت لك ما احب الاشياء المشغوله كثير بس احب اعطي نوع من التفاصيل لقطة معينة في البستان يكون مشغول من غير ما يكون في ولكن في أقمشة حتى تم توظيفها مثلا بالملابس في عندك البروكار الشامي الأغباني الشامي أيضا أكيد. في مجموعة من الأقمشة حتى معروفة بالإمارات يعني حتى يتم توظيفها بالعبايات هل إيه؟ هل استفدتي من اي اكيد هيك؟ اكيد انا يعني زي ما قلت لك اروح دائما للهند بجيب الاشياء المشغوله والاشياء المطرزه والاشياء كذا عشان ازين بها الملابس مالي الاحظ في تصاميمك دائما يكون الفستان طويل شوفي انا عربيه ومن ليبيا زي ما قلت لك انا طلعت من ليبيا لكن ليبيا ما طلعتش مني فنحب ان نراعي مجتمعنا العربي بصفه عامه احنا مجتمعنا نحب الاشياء الطويله والاشياء اللي تناسب مع ثقافتنا ومع عاداتنا ومع فتركيزي الاول على المراه العربيه والمرأة الخليجية والمرأة الليبية بصفة خاصة على فكرة يعني فيه اتحاد يعني دمج بين دمج الدول الخليجية العربية من ناحية ولا خاصة ليبيا ليبيا دولة محافظة كتير مثل الخليج هنا شكرا لك فدوى باروني على هاي المعلومات الجميلة وأتمنى لك كل التوفيق حبيبتي شكرا شكرا جزيلا لكم